وتاتي صباح الخير، مساء الخير عليكم، كي درتم كي صبحتم لاباس؟ اليوم راني مشيت للمارشي، قديت شويه ساعه قاوي المارشي بالساعة عند واحد المقازة ديال واحد الراجل الحاج، وشفت شويه ديال النعناع وشفت شويه ديال الكزبر، وجبت واحد 3 كيلو ديال الكفته. اليوم غندير لكم طاجين تاع الكفته ان شاء الله على بغا ربي. نشارك معاكم اليوم واحد الطويجين زوين ان شاء الله. هانتوما الكفته راه زوينه. انا بغيت نقول لكم زعما يا كنتوما على خير. ولا كنتو نتوما على خير، تانا راني على خير. حنا نوجدو ان شاء الله سيدنا رمضان الله بغا ربي. العين عاد والكزبر لي زاسكالوب تاع لادان زوينه تيبغيوها الولاد. حلو البارح درت يانس، درتها مشرمله وقليتها والله عجباتهم الدراري. هذا زاسكالوب اللي بغى الواحد يعمر المريوات واللي بغى ديال لادان زوينه. أنا الخير هنا موجود، مقازة ديال الترك، مقازة ديال العرب، مغاربة، شوية العطرية، وجدت التحميرة ديالنا، وجدت هذا البزار ديال تا هو زوين، هذا البزار ديال خايبات ديال الدجاج، ونشرملال أنا غادي نزيد نغسلهم ونشرملهم براسي، ندير الشرمول. شوية الكاشر لوليداتي ولاد بنتي تيبغيو. باش ندير البريوات ان شاء الله، بريوات معمران بالشرموله ولي زاسكالوب تاع لادان ديال الصدر ديال البيبي ولا الدجاج ولا كيف تنقولو. نعناع زوين، نعناع هذا في المارشي كاين عالنعناع والكزبر والخضرة، ما كاين لا حوايج لا والو والو. مارشي ديالنا كبير ويني خاوي، 3 قويطات القصبر، 3 قويطات القصبر تاهومايا زوين تاهومايا، والنعناع طلع اليوم غير تاهوايا تاع شي براد ديالها تاهي. هنايا المغاربة تنبغيو عتاي. هانتوما البنات، أنا دابا درت القصبر هاهويا، بغيت نشرمل قدامكم الكفتة. شوفو البنات ما تنساوش ديرو كنوغ زوين، ديروه طحنوه ولا تهرسوه على شي حاجة تيجي زوين في الكفتة. درت معايا شق ديال الكنوغ، درت معايا شق ديال البزار، درت مع شقايه ديال التحميره كيف تنقولوا، درت مع شق ديال البزار هيايا،
الملح كلشي خليته هنايا. درت جوج بصلات شلتهم ها هما شوف ها حكيتهم. كلور بحال هادي تجي زوينه مع الكفته. بسم الله انتم غادي نخلط كلشي العطريه ديال بلاد الكفته بحالها خصنا نشرملوها حنايا. خلطها مزيان خصها تخلط. اليوم غندير لكم طويجين الكفته مع هذا الكاهوت الخيزو. الناس الناريه راه تيقولوا ليها باش تخلط مزيان. جميل الكفته تكون مشرمله وتكون فيها ريحه القصبر الجديد. راه القصبر الجديد شفتو من المارشي. حليت تعجني الخبز خواتاتي الا هزيت شي حاجه من البلان طرافي راه بروب راه نقي على حقاش الحاجه اللي في الكوزينه كامله تتكون نقيه. يلا اخواتاتي دابا غادي ندير الكفته مع البطاطا تجي زوينه الكفته مع البطاطا. وهذا راه طاجين ماشي دوك المجلجن، هذا ديال الطين على حقاش دوك المجلجن ولينا نخافوا منهم. حضروا عليهم شي يامات قال لك ما خصكمش ديروا دوك الطواجن المجلجل راه ولاو فيهم شي حاجه والله ما عرفناش شنو هي ما نكذبوش. الكفته دايرها مكركبه هكا هانتوما شوف كنديرها بحال هكايا. الطاج ديال الكفته مع البطاطا تجي زوينه. مراكو حنا تن مرة نديرو كويتة مرة نديرو ليزاسكارو هنا هنايا غادي ندير شوية الكاغوط نشرمل الوسط. ندير شوية الكفتة الوسط هادو خواتاتي ساهل الحال ديالهم. سيروا للمارشي تقداو وجيبوا كفيتة لوليداتكم
وطيبوها وديروا معها شليده. ها انتم مغدين ومغدين وليداتكم. سهل الحال دينا قلبوا على الحاجه اللي هي انتم. ها الطواجن كيجا ديره. هي عندها 10 سنين تقدر دير هذا الشيء. هذا تجي من الخدمه وديري هذا الشيء. هذا هانتوما خواتاتي درت شوية زيت بلدية وشوية شوية زيت رومية. غندير نسكويز دلما ميم با نص انكا غادي نديرو التاي خواتاتي. انا غندير دابا شوية صوص طوماط انا حملتها هي هي ندير من فوق. هاندير ثلاثة د البيضات من الفوق البنات. انا ساليت هاد الطويجين ها هويا جا غزال تاع الكفته ومطيشه والبطاطا وشويه الخيز ومشرمل من التحت. وهادي هي لا سالاد راه ما كاينش اللي ما يعرفش يديرها. شليده ديال الدار مزيانه تخلطوها مع هاد الكويته. هانتوما زعما داك الشيء راه مزال تيفكرنا في البلاد. الكويته و خبيز ديال الدار، الخبز ديال الدار راه عندنا. هانتوما يا خواتاتي بالصحة والراحة وهاد الشيء حالو سال. الدراري الوليدات راه يبغيو هاد الشيء، وهاد الشيء ديال بنادم اللي مزروب
وغادي نخليكم وبالصحة والراحة، وما تنسونيش لايكيو خواتاتي وابوني وهضروا مع صحاباتكم وجيرانكم وديال البلاد، راه حتى البلاد تيشوفوا هاد الشيء. علي بيزو خواتاتي، السلامة.